سؤال بعد هذا، هل تقديم شراب الشعير الخالي من الكحول جائز؟ الجواب عن هذا، الأصل في الطيبات من المطاعم والمشارب الحل، فإذا خلى الشراب المذكور من الكحول المسكر جاز شربه وجاز بيعه وشراؤه، ولا حرج في اشتماله على نسبة ضئيلة جدا مستهلكة لا يظهر أثرها في لون الشراب ولا طعمه ولا ريحه ولا اسكان متناوله. أما إذا كانت بحيث يسكر كثيره دون قليله فإنه يحرم عندئذ قليله وكثيره شربا أو بيعا أو شراء، لحديث جابر ما أسكر كثيره فقليله حرام. في قرار جميل لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا يقول لا يجوز تقصد خلط الأغذية أو الأدوية بشيء من المسكرات، سواء أكان ذلك لإطفاء نكهة أو مذاق أو لغير ذلك من الأغراض، ولا حرج في تداول ما اشتمل على نسبة قليلة منها بيعا وشراء وانتفاعا إذا استهلكت فلم يظهر أثرها في لون الدواء أو الغذاء ولا طعمه ولا ريحه ولا إسكار متناوله لاستهلاكها وانتفاء آثارها، فتكون حينئذ في محل العفو، مع التأكيد على أنه لا يجوز للمسلم أن يصنع شيئا من ذلك ولا أن يضعه في طعام المسلمين ولا في دوائهم ولا أن يساعد عليه بوجه من الوجوه.